اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى، النهارده جبت لكم معايا ايه ده؟ ده عصفور فظيع من اليابان. ايوه من اليابان، الله مكتوب عليه رانكس كيوتي بيرد. الله في بقى كمان اشكال تانية كتير منه، كلهم بقى عصافير شكلهم حلو قوي، لازم الاطفال فوق السن 3 سنين. مكتوب عليه ايه؟ ريكورد اند ريبيت، ده كمان بيسجل وبيقول اللي انا بقوله. ده بغبغان، واو، مكتوب الكلمة الوحيدة بالانجلش اللي لاقياها على العلبة بتاعته، بس الباقي كله مش عارفة الصراحة شكله عامل ازاي. مكتوب رانكيز كيوتي بيردز. اوكي هنا بقى ايه؟ في اشكال حلوة جدا، لازم الاطفال فوق السن 6 سنين عشان يقدروا ان هم يلعبوا بيه ويفهموه. هنفتحه بقى النهاردة ونجربه مع بعض ونشوف يا ترى بقى بيعمل ايه العصفور الفظيع ده، وايه الاختلاف عنه ما بين اي عصفور تاني ولعبة تانية. بصوا كل دول بقى العيلة بتاعته، هو العصفور التالت اللي فوق، وهنا بصوا في اشكال بقى عصافير وكتاكيت وبغبغانات، اشكال كلها فظيعة. ممكن احنا نشتري الحاجات دي كلها. اوكي وهنا بقى معانا العصفور الرهيب ده، واو ده شكله فعلا قمر، لونه بقى كده كحلي وتحس مش بتاعته ناعمة جدا، وعنده ايه الرجلين بتاعته لونها موف، هي والمنقار بتاعه والاجنحة بتاعته، شكله فعلا طائر فظيع وخفيف قوي. ممكن نوقفه كده على رجلينا، المفروض ان احنا نلعب له فوق في راسه. الله لا شكله حلو قوي، نوم جاي ايه عاملين كده مشغلينه من هنا. اوه الله شكله جامد جدا جدا جدا. هنا اول ما مشغله بقى، هو كان محتاج بطاريات فحطيته الاول بطاريتين، بعدين جبته بقى. ممكن نجيب بطارية قلم زي ما انتوا شايفينها. كان محتاج مفك صراحة ان انا اقفله البطاريات، بس انا مش عندي مفك دلوقتي، فممكن اركبه بس كده اهو. قوم جاي قافله بالمفك بقى اللي طلعته فجأة، قوم جاي قافله عليه ايه من هنا. اهو بصوا بقى، الله هم جايين بقى ايه دايسين على العصفور. بصوا من الصور بيقولي بقى ان انا ايه لازم ادوس على الحتة اللي فوق دي، هو في عنده زرارين، زرار بيعمل اون واوف، وزرار التاني بيندوس منه اغاني مختلفة زي ما شايفين الزرارين تحت اهم، اون واوف. بعد كده لما ادوس بقى على الزرار ده يوم جاي يعمل لي اغاني كتير جدا جدا جدا. هو لسه مسامعين حاجة اهو، بصوا كده بقى شغلته، الله بيعمل بقى صوت عصافير بيصفصف. بصوا الله بيحرك بقى بقه، بيغني اغاني جميلة جدا جدا جدا، كان نفسي تكونوا سامعينها. واو لا الصراحة الاغاني بتاعته تهبل، سامعين الاغاني؟ الله دي جامده جدا، واو 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 واو. وهنا بدوس بقى يقعد يعمل موسيقى، لما العب له بقى على راسه من فوق يقعد يعمل موسيقى اكتر واكتر. الله دي لعبه فعلا فظيعه، عجبتني جدا. بصوا الصراحه كمان ستايل الاغاني بتاعته رومانسيه قوي، اهي زي ما انا قلت لكم لازم نلمسه لمسه بس خفيفه قوي عشان خاطر يغني اغاني مختلفه. وكمان بقى بيصفالي، بس انا الصراحه مش عارفه اخليه ازاي يسجل، المفروض بقى احاول ادوس عليه كده من هنا. بص هو واقف، هو شكله كيوت قوي، العصفور بتاعي الفظيع جاي دايس عليه كده هنا هنا بقى عشان اخليه يسجل. الله جاي بقى مش عارفه الصراحه اخليه يسجل ازاي، عماله احاول ان انا اخليه يسجل. واو هو قاعد بيغني لوحده بيعمل اصوات جامده جدا،
اوه انا بصراحه معجبه جدا 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 بالعصفور الفظيع ده. بص بيستجيب ازاي لصباعي، اوه وبيعمل اصوات فظيعه. اهو بص كل ما ادوس بس لمسه خفيفه كده على ظهره يمكن يقعد يغني على طول. اهو شفت بقى بيغني ازاي، واو الله، ده الصراحة شكله حلو قوي، بلمسة واحدة مني خليه يغني على طول. ده أحلى عصفور أنا شفته في حياتي، مصنوع في اليابان. قولي بقى يا صحابي في الكومنتات ايه رأيكم في العصفور الفظيع ده. يقعد بقى ممكن نحطه جنبينا الصبح أول ما نصحى نقعد نلعب عليه، يغنيلنا، يغير المود بتاعنا خالص. ممكن نديه هدية لحد من صحابنا، هيبقى فعلا هدية جميلة جدا جدا جدا. انا عن نفسي عجبني قوي العصفور الفظيع ده، شكله وكمان ملمسه حلو، يمكن نضيفه بوايبس. هستنى بقى يا اصحابي الكومنتات بتاعتكم تقولي لي ايه رايكم في العصفور الرهيب اللي انا جبته النهارده، عشان خاطر اجيب لكم لعب تانية كتير. وبليز ما تنسوش ان انت تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات رهيب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.